إفراغ المياه العادمة من المطامير بوسيلة خاصة يتدبرها سكان القرية. القرية تمتد على مساحة 245 كيلومتر مربع ويزيد عدد سكانها عن 9000 نسمة، لكنها لا تتوفر على وسائل التطهير السائل. كان عيشوا واحد مشكل عويص جدا جدا. علاش؟ لأنه دابا حنا كنزيدوا في المطامير، الناس كيزيدوا في المرافق وحنا كنزيدوا في المطامير. راه اقل دار عندها 5 ديال المطامير. راه دابا راه المشكل اللي كاين دابا، قبل 98 كنا كنجبدوا الماء غير بالسطيله، ما كانش عندنا الشبكه ديال الماء، ولكن بعد 98 من جا الماء دابا راه كل شهر خصك تزيد واحد البير وواحد المطموره كتنقى ب 3000 درهم. شو مع الناس المحليين؟ ايش من الناس من المحليين؟ الناس المحليين هم حاضرين، راهم هما ساكنين. علاش في نظرك انت علاش ما هو في نظرك يقول لك بان القريه ما عندهاش المدخول؟ واد الحار ما عندناش، ودابا كنسيقوا الديور، كنرميو ذاك الوسخ برا للشارع. كيجيو الدراري المدرسه، اللي كيجيو الدراري ديال المدرسه كيفوتوا من ذاك سميتو من ذاك الوسخ. معاناة حقيقية تؤرق الحياة اليومية لساكنات تيستوتين. ساكنة تحاول دون جدوى حل هذا المشكل، لكن تصطدم كل مرة بجواب مفاده أن الجماعة لا تتوفر على الموارد المالية الكافية. التطهير السائل مازال ما كاينش، ما يمكن ليناش نزفتو ولا نديرو تصفيف ولا ما قبل ما يكون الواد الحار. لهذا احنا درنا شراكة مع المكتب الوطني لماء الصحي والشرب باش تنجز هذا المشروع ديال التطهير السائل. بالنسبه للدراسه راه واجده، بقى غير المشروع ان شاء الله على حسب ما قالوا لنا المكتب الوطني للصحه هذا العام ان شاء الله غادي يكون موجود ان شاء الله. هي 4 أشهر إذن تفصلنا عن نهايه العام، فهل تكون كافيه لتحقيق حلم هذه الساكنه؟